فجر المخرج أيمن إسماعيل صديق هيثم أحمد زكي مفاجأة، وهي أن الراحل كان يشعر بقرب وفاته عندما شعر بوعكة صحية، وأنه تحدث بالفعل مع خطيبته إنجي سلامة وأخبرها بشعوره وردد معها الشهادة على الهاتف، وعن سبب عدم إنقاذ خطيبة هيثم أحمد زكي له رغم علمها بتعبيه الصحي وبما يفكر فيه. قال صديق الراحل في حوار مع برنامج الاي تي بالعربي أنه سبق وأن مر الراحل بوعكة صحية موجعة قبل وفاته، واتصلت وقتها بأحد أصدقائه لكي يذهب إليه ويطمئن على وضعه الأمر الذي أزعجه وقتها منها، لذلك ربما أرادت هذه المرة ألا تكرر ذات الخطأ معه. كما كشف أيمن أحمد أحد أصدقاء هيثم أحمد زكي المقربين أنه كان معتاد على الإقامة مع الراحل في منزله، وكان معه مفتاح شقته، ولكن اليوم الذي شعر فيه بالإعياء كان للأسف لديه حالة وفاة ولم يتمكن من التواجد معه. وأضاف صديق هيثم أحمد زكي أنه وجد الراحل اتصل به قبل وفاته بيوم الساعة 2 فجرا مرتين، ثم اتصلت خطيبته به 4 مرات لتخبره لاحقا. ده هيثم كان بيحاول يتصل بيك وبعدين اتصلت انا، لان هيثم قال لي خلي ايمن يلحقني. مش دايما انا شايف جاي بدري ساعة عن العزاء عشان عشان هو يستنى قال لي انت العزاء اللي هتعمل بتاعه. العزاء واصحابه طبعا. اخر مرة شفت هيثم الله يرحمه كان امتى؟ قبل ما يموت. ليه؟ كان عايش ازاي هيثم؟ استاذ هيثم كان عايش زي ما كل الناس عايشة، بس كان اللي تأثير عليه الوحدة بس. ما كانش في حد بيجيله من اهله؟ مش كنت بيشوفه؟ لا، كان مرات خاله بس، كان بيحب مرات خاله جدا وبيحب اصحابه جدا جدا يعني، بس كان يقول لي في الاخر انا عايش لوحدي. طيب كان بيزور والده الله يرحمه الفنان احمد زكي؟ طلبت منه لقيته دمع، بس كان بيحبه جدا، كان سبب ان هو ما كانش بيقدر. كان بيروح بس ما كانش بيتواصل، كان دايما بيفضل يقرا له الفاتحه والبيت دايما معلقين الصور كده قدامنا. طيب معلش، انت بما انك كنت صحاب عندك فكره هو اخر حته خطوه الجواز ليه؟ كان تعب، كان تعب فتره وما كانش عاوز ان هو يتجوز وقت عمان، كان تعب بسبب الوحده نفسيا، ما كانش تعبان عشان اي حاجه، عشان ما حدش يطلع اشاعات ولا يطلع اي كلام ولا اي حاجه. اللي انا بقوله لك ده انا اللي كنت عايش معاه، صحابه كلهم عارفين. كان يقول لي يا باي، كان بيكلمني قبل ما يموت، كان معايا مفتاح البيت. كان مين اقرب صحاب لي في الوسط الفني؟ ناس كتير، استاذ عمر، كان محبوب استاذ خالد سرحان، استاذ محمد امين، ناس كتير. انا ناس كتير مش قادر اقول، بس هي كل الفكره هو في مهما كان صحابه كان بيحبهم جدا وهم بيحبوه، بس في الاخر كان يقول لي يا باي من انا هرجع فين؟ في البيت لوحدي. ناس بقى بتقول ده انا كنت جنبه، ناس يا راجل، ده انا واحد كلمني بيقول لي ايمن، قلت له ايوه يا ريس مين؟ قال لي انا صديق هيثم جدا وهو كلمك على الفلوس اللي هو كانت عنده. بقول له فلوس ايه؟ قال لي فلوس كتير. فبقول له طب حضرتك انت تعرف حاجه عنه؟ بيقول لي معلش انا في انهيار مش قادر اجمع دلوقتي. هيقبلها على نفسه فلوس؟ طيب تقول لنا ما كانش على عليه فلوس لحد غير ناس انا عارفها ومبالغ قليله كنت انا اللي واخدها عشان حاجات قليله جدا. طيب تقول لنا على موقف ما تنساهوش لهيثم، موقف حلو عمله مع حد معاه، موقف انساني. كان بص مش عارف، انا لو قعدت احكي مش هتقدر، بس يعني لو موقف كده مميز عمله او حاجه ربنا يرحمه يا رب ويغفره. حاجات كتير، انسانيات دي حاجات كتير، هو ذات نفسه ما كانش بيعرف ان هو يتكلم عليها. كل دي ما بينه وما بينه، كل اللي بص الناس هتتكلم عني يقولوا كانوا يعني زي ما اتكلموا عن دوت ودوت 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 ودوت. فكان بيكلمني يقول لي يا ايمن صلاه الصبح رزق، صلاه الظهر ما اعرفش ايه بركه، صلاه ما اعرفش ايه كذا. كشف محمود معوض المكيير الخاص للفنان الراحل هيثم أحمد زكي كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الراحل وسبب رفضه إتمام زواجه من خطيبته خبيرة الطاقة إنجي سلامة، والذي كان مقررا له يوليو الماضي،
وقال في لقاء ببرنامج الشارع على قناة النهار أن الراحل اتفق مع خطيبته على إتمام زواجهما، ولكنه أثناء تصوير آخر أعماله مسلسل علامة استفهام مع النجم محمد رجب والذي عرض في رمضان الماضي شعر بقرب نهايته، وظل يردد بشدة أنه سيتوفى قريبا، وأضاف معوض أنه اتصل به وأخبره أنه لن يتزوج إنجي قريبا لأنه يشعر بأنه سيموت ويخشى أن يتركها وحيدة تعاني معاناة من وحدة، مؤكدا أنه قبل وفاته بأسبوع حلق شعره تماما مخالفا بذلك تعاليم الشخصية الجديدة المتفق عليها ضمن مسلسله الجديد. وعندما سألته عن سبب ذلك قال: أريد أن أقابل ربنا عز وجل نظيفا على حد قولي. سرد الماكيير محمود معوض الصديق المقرب للفنان الراحل هيثم أحمد زكي واقعة غريبة حدثت له أثناء تغسيل جثمان الأخير قبل تشييعه إلى مثواه الأخير. وقال معوض أثناء استضافته في برنامج شارع النهار الذي يذاع عبر فضائية النهار أنه أصر على تغسيل هيثم بيده رغم رفض الموجودين دخوله إلى مكان الغسل، مضيفا: أنا بجهزه دايما قدام الكاميرا، فكان لازم أجهزه وهو نازل يقابل ربنا، وهو كان أمر. وتابع: لما الشيخ كان يجيب رقبته في اتجاه ألاقي رقبته جت ناحيتي، فكنت أقول للشيخ إنه بيتحرك أهو، فأجده يقول لي إنه بيحبني، ولما مسكت إيده وجيت أشيلها لقيته ماسك في إيدي، فاندهشت، ولكن الشيخ أكد لي وفاته. وقال صديق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي إن هيثم كان يشعر باقتراب أجله قبل الوفاة ب6 أيام، لدرجة إنه حلق شعره تماما. وعندما سألته: لماذا حلقت شعرك رغم أن دورك في الفيلم الجديد يستدعي وجود الشعر؟ رد علي قائلا: ابقى اعمل لي شعر زي ما عملت في مسلسل علامة استفهام، وما تكلمنيش في الموضوع ده تاني، أنا عايز أبقى نضيف كده. وأضاف معوض أن هيثم تعرض لصدمة كبيرة بعد وفاة خاله، وبدأ يشعر بالوحدة جدا بعد وفاته، كونه كان معتادا على التحدث إليه يوميا. وأكمل معوض أن هيثم كان شخصا طيبا، وقبل وفاته بأسبوع طلب مني البحث عن أقاربه في الشرقية، وأخبرني أنه يريد الوصول إليهم بأي طريقة. وتابع معوض أن إحساس الوحدة هو السبب في وفاة هيثم، وأنه كان دائما ما يعبر عن مشاعر الحزن التي يشعر بها بسبب هذه الوحدة. وفي سياق منفصل قال رامي عز الدين الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي أنه لا يستطيع الفترة الحالية أن يذهب لمنزل الراحل هيثم أحمد زكي لأخذ متعلقاته، قائلا: مش قادر أروح دلوقتي بيته وأخذ متعلقاته كمان شوية، ورايح بكرة أزوره بقبره. ووجه عز الدين خلال لقاء ببرنامج القاهرة الآن المذاع على قناة الحدث رسالة لأخيه قائلا: عاوز أقول لروح هيثم هنلتقي في مكان آخر مرة أخرى وهو عارف إني بحبه، كما وجه رسالة لمحبيه: ادعوا له ومحدش ينساه. وفي وقت سابق قال رامي عز الدين الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي أن هيثم كان دائما يعاني من صداع مستمر ولا يستطيع أن ينام. وأضاف عز الدين أن هيثم كان يهتم دائما بصحته ويذهب إلى الجيم بشكل مستمر، مشيرا إلى أنه لم يتحدث معه في موضوع تناوله مكملات غذائية، واستغربت لما الدكاترة قالوا كده. وأكمل عز الدين خلال لقاء ببرنامج القاهرة الآن المذاع على قناة الحدث أن هيثم في قلبه، وتابع باكيا: عمري ما هنساه على الإطلاق، وماما كانت دايما بتقول ما تتفرقوش عن بعض واحنا زي بعض، وانا كنت بقول له عايز اجيلك وبيقول لي تعال. وفي وقت سابق وصل رامي عز الدين الاخ الاكبر للفنان الراحل هيثم احمد زكي الى القاهرة لتلقي العزاء في اخيه غير الشقيق بدار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد. وكتب رامي في رسالة نعي لأخيه: أخي الغالي هيثم، لا أستطيع أن أعبر عما في داخلي من حزن،
لا أتخيل أنني فقدت أقرب إنسان ليا. ألم نتعهد أن يكون كل منا سندا للآخر؟ لماذا تركتني وحدي يا أغلى ما عندي؟ وتابع: الألم كبير والفجيعة في فقدانك أكبر وأعظم. دعائي لربي أن يجعل مثواك الجنة وأن يغفر لك ويرحمك رحمة واسعة بقدر عظمته وقدرته. لن أنساك أبدا، وستظل ذكراك دائما معي أينما ذهبت وأينما كنت. وهنشوف دلوقتي فيديو لعمته الأولى والتانية، وبعديه لقاءه مع لقاء الشقيق رامي، يعني مع لميس الحديدي، قال فيه إيه. هيثم ابني وابن اخويا ولحمنا ودمنا وعمرنا ما نقصر فيه، والعيلة ابوه كبيره في القاهره وفي الزقازيق، وكلنا اتجمعنا، واللي راح المقابر واللي راح الجامع عشان يصلوا عليه، بقينا متفرقين هنا وهنا عشان نشوف كلنا من نتواصل مع بعضنا بالتليفونات عشان نعرف نجمع بعضنا ونروح فين وهو متواجد فين، لان كانت جت على غفله واحنا ما عرفناش. وبعدين اللي بيقول ان له اخ غلبان وان ما عرفش يظهر وكلام زي ده، وان هو ملوش اخوات دلوقتي، هو له كان اخ محمد عطيه وتوفى، ملوش اخوات تاني. احنا انجرحنا جامد ومحدش هيحس بينا، احنا حاسين بوجعتنا، احنا اللي حاسين بوجعتنا، وعمر هيثم ما يطلع من قلبنا، ولا هو ولا ابوه. والحمد لله هو راح برضه في حضن ابوه فرحان بيه، ومع والدته ومع جدته وكل الناس اللي هناك فرحانين بيه. اكيد بابا كان عايزه وراح له، وبعدين احنا مطمنين عليه لان هو طول عمره حنين وطيب، وكان بيصلي وبيعمل خير. احمد يا هيثم قمة، حته من ودوت حته مني، دمه بيمشي في عروق. يا جماعه خلي الناس تبعد عننا، الناس مش عارفه حاجه، الناس مش عارفه حاجه. احنا كنا بنطمن، هو بيتصل احنا بنتصل، لكن هو ظروفه، ظروف شغله، حياه الفنان اللي هي مش ملك ايديه. عمل جهد. هو بيحس بالوحده فعلا، هو بيحس بالوحده. هو بس هي دي حياته، هنعمل ايه؟ احنا عمرنا ما كنا بنقدر نعمل حاجه نهائي نهائي. وبعدين ده ابن اخويا، يعني ده ابني، يعني ده ابني. ليه الناس كده؟ ليه الناس دي عايزه ايه؟ الناس مش هي، مفيش اي حاجه شغله الناس. كان بيجي مفيش. لا مش هكذب عليكي، هيثم ما كانش بيجي. هيثم كان بيجيب لنا تليفونات، جه في عزا سته، بس جه في عزا سته وشاف مدرسه ابوه بتاعت الصناعه اللي كان جه في عزا سته، وجه طلب، قال انا يا عمته وعم الله يرحمه برضه، هو كان له عم كان بيروح ويجي عليه، وهو ده الوحيد اللي كان عمه ده كمان بيزوره، وكان وكان على اسمه محمد، الحاج محمد برضه، بس اتوفى. فقال له يا عمه انا عايز، يعني عايز اشوف المدرسه اللي هو بيتخرج منها اللي بيقولوا عليها في الزقازيق. خدناه وديناه المدرسه، وشاف المدرسه ولفينا بيه بالعربيه، وقعدنا نقول له ده بيت كذا وكذا. اختي انا بالعماره اللي جنبيكي برضه، اختي واخويا الحاج محمد ده من شارع المعلمين برضه، عمارته في شارع المعلمين. وقعد دي عماره احمد محمد، ودي عماره الحاجه ايمان عمتك، ودي عماره الحاجه منى عمتك. يا حبيبي بيوتك كلها هنا، دي كلها بيوتك. لدرجه ان انا مره قلت له احنا عندنا مزرعه في السطحيه، وعايزين بقى ناخدك ونقعدك الجو اللي هو الفلاح، نعمل لك عيش، نعمل لك فطير، ونعمل لك صواني في الفرن، ونعمل لك الحاجات دي. قال لي والله يا عمته انا محتاج دي، انا محتاج دي يا عمي. وما حصلش، وقال ربنا سنين. ست سنين عشتوا مع بعض؟ عشنا مع بعض لغاية ما كان عندي 6 سنين، وبعدين بابا كان عايز ياخدني أسافر لندن. تو بي اونست يعني كان عايز ياخدنا احنا الاتنين، بس عشان طبعا بابا أحمد زكي كان عايش هنا، فما يقدرش يسيب أبوه ويجي معانا، بس كان دايما نفسه يبقى معايا، وأنا دايما نفسي أبقى معاه، وكنا دايما باتصال مع بعض. كنتوا بتكلموا بنحب بعض؟ بعض يا جدا جدا جدا، بنحب بعض جدا. و ايفن لما كنا صغيرين يعني كنا دايما مع بعض، يعني كنا يعني الفيلينج نيفر وينت اواي، يعني هم عمر ما المشاعر راحت لا بعيد. ابدا ابدا، كنا دايما بنتكلم مع بعض على الفيس تايم، و يعني دايما دايما كنت حاسس ان ليا اخ، واخويا بيحبني، وهو ام شور ان كان حاسس بنفس الحاجه. كون الاخ الكبير ده كان بالنسبه لك احساس انه في سند، انه طبعا في طبعا كتف طبعا، ما انا في ظهر.
انا اليوم ده لما صحيت حسيت ان في حاجه مش حاجه not normal يعني، بس unfortunately يعني كنتش فاكر انها يعني that bad يعني. بس انت فقدت امك الله يرحمها هالة شبه هالة يا طارق، بص له كده. هو مين مش كده؟ يعني انا وانا ببص له في حاجه يعني قلبي اتاخد، حسيت فكرك فكرني بهالة طبعا. وانت كانت فنانه كبيره جدا طبعا، لازم تعرف ان امك كانت واحده من اجمل الفنانات. عارف دايما بتفرج على الناس أفلامها. بتتفرج على حاجتها؟ yeah, بتتفرج على الفوازير؟ بتفرج، عندها افلام كتير كمان نازله على اليوتيوب بتفرج عليها دايما. ايه اكتر حاجه بتحبها لها؟ to be honest يعني so many roles، بس كان يعني my favorite كان لما كانت she was kind of like doing I think she was stealing something. كانت بتسرق. كان فيلم ايه ده يا طارق؟ كان فيلم من الافلام الحراميه اللي شايله حاجه كده. كان في فيلم كمان لما قلبت راجل. كان في فيلم كان هي وسماح، مش كده؟ هي وسماح انور اظن. كان احمد فؤاد المخرج. وكان في كمان فيلم عملته، كان عملت عمليه قلبت راجل ساده الرجال. مش كده؟ مظبوط.